السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم آدم من قناة تقنيات للمعلومات. إذن كما وعدناكم من قبل، سنقدم لكم اليوم مسابقة تقنيات بعد تجاوز عتبة 30,000 مشترك على القناة. في البداية نود أن نشكر كل من ساهم من بعيد أو قريب في تقدم القناة، سواء من خلال التعليقات أو الإعجاب بمقاطع الفيديو التي نقدمها، وأيضا كل من ساهم في مشاركة الحلقات مع أصدقائه بشكل مستمر، فذلك كان أهم دعم تلقيناه منكم منذ بداية القناة. وفي المقابل نحاول بذل المزيد من الجهد لتقديم حلقات تقنية يومية جد مهمة ومفيدة لكل من يرغب بتعلم الكثير في مجال التقنية، سواء من خلال الدروس الخاصة بصيانة الهواتف وأجهزة الحاسوب أو الدروس الخاصة بالربح من الأنترنت. وإن شاء الله سنعمل على تقديم مجموعة من الدورات الربحية بما فيها دورة خاصة بالربح من يوتيوب خطوة بخطوة. ما نطلبه منكم مشاهدينا الكرام هو الاستمرار بتشجيعنا للوصول إلى عتبة 100,000 مشترك، ولما لا تخطي هذا العدد في وقت قصير. إذا كنت غير مشترك بالقناة فيمكنك الضغط على زر سبسكرايب وتفعيل زر الجرس للتوصل بآخر مواضيعنا التقنية. بالنسبة للمسابقات التي سنقدمها على القناة، فسنحاول بدءا من اليوم تقديم مسابقات مختلفة، سواء كانت عبارة عن جوائز مالية أو هدايا والعديد من الجوائز تعبيرا عن شكرنا لكم لتشجيعاتكم. إذا كنت ترغب بالاشتراك بمسابقة اليوم، فكل ما عليك فعله هو مشاهدة الحلقة السابقة بعنوان ربح المال من الأنترنت للمبتدئين أكثر من 20 دولار يوميا مع أقوى استراتيجية للربح بدون رأس مال. رابط هذه الحلقة ستجده في الوصف أسفل الفيديو، أو يمكنك الضغط على البطاقة التي تظهر لك الآن في أعلى الفيديو. ومن شروط هذه المسابقة هي مشاهدة الفيديو حتى النهاية، وأيضا النقر على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. وفي الأخير اترك لنا تعليق في أسفل نفس الفيديو به الاسم الخاص بك وبريدك الإلكتروني للتواصل معك في حالة الفوز بالمسابقة. وأكرر أخي الكريم أختي الكريمة، يجب أن تكتب لنا بريدك الإلكتروني في التعليق، وكل شخص لم يكتب الإيميل الخاص به تعتبر مشاركته ملغية. وفي حالة كنت من الفائزين سنتواصل معك لتقدم لنا البريد الإلكتروني الخاص بك على باي بال حتى لو كان غير مفعل، لنرسل لك جائزتك المالية. إذن الجوائز التي سنخصصها لهذه المسابقة هي على الشكل التالي. بالنسبة للفائز الأول سيربح معنا مبلغ بقيمة 20 دولار. الفائز الثاني سيربح مبلغ بقيمة 10 دولارات. أما الفائز الثالث والأخير فسيربح معنا مبلغ 5 دولارات. الإعلان عن الفائزين سيكون يوم الجمعة المقبل إن شاء الله، فكونوا في الموعد وحظ سعيد للجميع. هذه فقط البداية، وإن شاء الله سنقدم لكم في الأيام القادمة بإذن الله جوائز مختلفة ستستفيدون منها. فقط ادعموا القناة للوصول ل 100,000 مشترك، فهذا الدعم مهم لنا كثيرا حتى نطور من المحتوى التقني بقناة تقنيات. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.